عسلام. قل لي تحوس في تونس؟ نحوس معنا اللود يعني اللود وليب في تونس. انت ليبي سعرة جيت بالذمة السوق المنصف بي ولا جيت؟ لا جيت علاش ان شاء الله. ان شاء الله لبيس وان شاء الله ربي يشفيك. شكون قالك على السوق؟ لا لا نجو هلبة هنا تونس. لا نجو هلبة هنا تونس ديما نرفع معنا عصافير كلاب اي حاجة نرفع معنا. شخديت اليوم زوز كلاب زينة كانيش زوز كانيشة خديت لهم حوايج. لا حوايج لا خديت لهم سبت والساك هذا كهو. ايه كهو. لا لا حوايج مازال شوية. اما شو انواعهم؟ نعم شو انواعهم؟ اكحل وقهوه. اكحل وبراون قهوه. نوعيه نوعيه كانيش كانيش كانيش. لا ما نعرفش نوعيه شنو. زين احنا نقولهم كلاب زينه وخلاص. ايه كلاب زينه وخلاص. الاسعار هوني خير ولا في ليبيا خير؟ لا لا هنا ارخص. هنا ارخص من ليبيا. تهز غاديك التاجر ولا تهز ربيهم؟ على حسب توادم بنربيهم الحق. في حاجات نرفع فيهم نتاجر فيهم مرات. فما حاجات تهز تاجر؟ ايه في حاجات نتاجر فيهم. بخير تربي اليوم ها فما الرود ما شاء الله. سلعة ب 800 ب 700 ألف نبيعوا فيها ب 350 وب 400. فرش خير تربي فرش. فرش ما شاء الله. عمره شهرين. فرش عمره شهرين. سلعة ب 800 ألف بيعوا فيها ب 400 وب 350 اليوم. ان شاء الله ربي يجيب القسم. السوق راه كيما الاسواق الكل. انت باش تمشي تهبط تشري راك ماكش ماشي للجامع ولا ماشي الاسواق الكل فيها الغشه. انت عارف اش تشري فهمت. يقول لك منصب باهي كله غشه. فما الغشه وفما الحاجه الباهيه وانت عارف اش تشري. وكا اللي ما يفهمش في السوق لهنا يبيع ولا لا اللي ما يفهمش اختي يجيب شكون يفهم باش ياخذه. ما يجيش هكاك يطنبش فهمت. باش ياخذ كلب يجيب شكون. باش ياخذ كهرباء يهز ميكان كيما باش ياخذ كهرباء تهز ميكانيسيان. كيما تجيبش تشري كلب زاد تجيب واحد يفهم. خيرات ربي عنا الباهي وفما الخايب. هاو اللي ما يفهمش وما ينجم يجيب معاه حتى حد. قل له انت الرود كيفاش يعرفك خوازي ولا صحيح؟ ما شاء الله عليه الرود باين. يبدا الشعر نتاعو لامعه التفتيزه موجوده. ما عندوش تفر زي هاي تفر زي ما شاء الله. شوف يبان الجرو يبان برشا وجهه يبدا فهمت. كيكا وزيد يجيب شكون يعرف فهمت. ما يهبطش كيكا يا اخو وحده يا اخو وحده راه يغشوه فهمت. والناس كل تحب تبيع. وهذا يتربى حراسه ولا فاميليا؟ هذا شان داتاك هذا شان دوغارد. فما شكون يربيه دوميسيل في داره فهمت. القور اكثريه يربيه ويعشقوه برشا. القور يعشقوه برشا الرود فهمتني. القور يعشقوه برشا الرود ويحبوه خاطر كلب قوي برشا ويحب مولاه فهمت. بالي شمالي نوع سوم 500 دينار يسمى بلاش فلوس. هذا كاركتير نار رجاله ما شاء الله. فماش شريه كثر عباد جايه تحوس وتراوي. انت مغروم؟ اي اكيد. عندك في الدار مزايا؟ هذا متاع صاحبي. ما عندي كلابي انا يعني عندي برجيات عندي هاسكي عندي برشا. قداش سيموك؟ والله ما سيمونيش. قولها بفيدير قولها بفيدير بفيدير. معليش الاسوام طاحت خاطر التونسي نفيح ماهوش مغروم. تونسي ينفح براسه جديده دخلت ما فماش منها يا خوها وينفح عليها تعدي عامين ثلاثة اربع سنين يولي بلاش فلوس يولي يطيش الكلاب هذيك. نشوفوا كيفاش نعرفوه صحيح ولا مش صحيح. فما وذنيه الميزو نتاعو كل رعينيه الروب نتاعو كيفاش لازمها تكون. سيرتو اهم حاجه الكاركتير اللي هو هذا. ماكش تلقى كلب نتاع خدمه هذا ماهوش نتاع زين. ريتو فيش يعمل وعمره 4 شهور. هذاك هو الكاركتير هو الكل في المالينوا. مش كولير ومش زين ومش حتى شيء. كان اسمه بيشو مالتي طالب فيها 200 على ربي. عمارة مشهر وجمعتين هذا الواحد 200 هي الكعبة 200 بعد خويتهم ديجا ثلاثة ب 220 الكعبة. بعد خويتهم ثلاثة قدي 220 الكعبة. هي زي ما نوعيتهم بشوم مالتي ميك بروش كبرهم هكاكا ما عادش يزيد يزيد شوية بركة تاع زوز سنتي اخرين وكاها ما عادش يزيد. تنجم تربيهم في الدار توكلهم مش تحب انت تسنسهم انت بالماكلة اللي تحب عليها وعاقلين يلعبوا في الدار ناشطين على الاخر يلعبوا تنجم تخليهم تسيب ما عندكش اللي باش تربط فيه معناها في البلاصة تخليه يدور معاك في الدار. كلاب في تونس محتمين راك تشوف الشر والشمنطة
فهمتني؟ انا كنت في ايطاليا قبل ندور بكلب، كلب عنده كارني دوي وبورق وانا ما عندي حتى ورق، حتى شدني الحاكم وقال لهم راني مع الكلب البرة البرة، ولا ندور بكلب عنده ورق وانا ما عنديش ورق، يسالني الحاكم يقول لهم راني مع الكلب، معنا ندور مع الكلب. وكلبنا احنا في تونس ايه قد شوف فيهم بسيك، فما واحد ما يحب يمشي مولاه يمكن قريب باش يتكلم هزوني ها وكم مازال غبالك شوفوا عيط هزوني شو يحب يمشي فرج الدجاج عطوه في الدجاج الليت الماء ممسخ فرج الكلاب والبرة كيفاش يربيه ما فهميه السوق نتاع يهزيهم اللي باش يربي كلب كيفاش يربيه يربيه ياكل اللحم الطايب وجو باهي بكرني الدواء نتاعو بالدون دو فريز نتاعو عندهم والله العظيم عندهم يبيعوا لهم الكلاص ليهم هما والله للكلاب اي نيغوسي يبيع الكلاص للكلاب اقسم بالله يعملوا الكلاص يعملوا كل واحد من فوق كي ياكل والصباح وبليجي يخرجوهم يعملوا دوره وياكلوا في عز ماكله خير من ماكلتنا زاد واحنا هوني كيفاش يربيو يربيو فيهم خويا يربطهم ويطيشلو كديشي كما جا من بعد يجيبو لهنا باش يبيعو